اليوم سألت سؤال، قلت الحمد لله حدودنا آمنة ومستقرة، والشهداء يعني في الفترة الأخيرة لم تكن أعدادهم كبيرة، والتقدم جدا كبير في الشرعية للشرعية اليمنية. فكانت الإجابة صادمة، والإجابة خلتني أفكر كثير جدا في قرار المملكة العربية السعودية في قطع العلاقات مع قطر. تخيل اللي يطعنك من ظهرك أخوك، تخيل اللي يطعنك من ظهرك شخص أنت وثقت فيه ودخلت بيتك، قسما بالله تنحرق. كثير من الأشخاص توفوا واستشهدوا، والسبب هي إحداثيات وهي مواقع تم إرسالها من أخوك اللي جنبك وعلى أساس أنه يحارب بجنبك. مجموعة من القيادات والأفراد المرابطين في الحد الجنوبي، كنت أقول لهم إيش سبب تقدمكم، انتصاراتكم، حدودنا آمنة مستقرة، أعداد الشهداء أصبحت قليلة. فكانوا يقولون ياسر، منذ أن اتخذت المملكة العربية السعودية قرار بقطع العلاقات السعودية مع قطر، ولله الحمد تغيرت أمور كثيرة في شهرين فقط يا أخوان. في شهرين تغيرت أمور جدا كبيرة، ارتاحوا المرابطين في الحد الجنوبي، كانت تسرب معلومات، كانت تسرب مواقعهم، شهداء كثير كان سببهم القوات القطرية في الحد الجنوبي. ليش؟ ليش وأنا أعطيتك الثقة واعتبرتك أخوي تسوي فيني كذا؟ ليش؟ هذا كان السؤال اللي بصراحة حز في خاطري، ولا ألوم ومن يلوم المملكة العربية السعودية في اتخاذ هذا القرار فلازم يلوم نفسه ويلوم فكرة في الأول شيء. لو كان أخوك هو اللي استشهد أو كان أبوك كان ما قلت هالكلام ولا شككت يوم واحد في قطع العلاقات مع قطر. يعرف اني ما تكلمت عن الازمه الخليجيه، رغم اني قلبا وقالبا مع قرارات المملكه السياديه، واعرف ان المملكه لم ولن تتخذ اي قرار الا ان عارف ايش القرار اللي اتخذه. هذه دوله سياديه معروفه بقراراتها الصائبه على مدار التاريخ ومنذ ان تاسست المملكه العربيه السعوديه. ولكن اعتقد ان دعوات الارامل والايتام والأطفال اللي توفوا آبائهم على الحد الجنوبي كشفت لنا وجه قطر الحقيقي.